ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نتابعه مع دينا. شرف إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك صحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، واستعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية. وقال وزير التجارة إن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، ويتمتع المنتج المصري برواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية. كما أشار الوزير إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة وإتاحتها في الأسواق المصرية والعربية. على هامش فعاليات مؤتمر غازتك 2022 في ميلانو بإيطاليا، شارك وزير البترول طارق الملا في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى تحت عنوان فرصة الغاز في شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا. وأكد وزير البترول أهمية التعاون والعمل المشترك للإسراع بتنمية واستغلال الاحتياطات الغازية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وذلك بالتعاون والتكامل مع دول المنطقة في إطار المنتدى. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 703 مليارات و711 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10177 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.49%، ليغلق عند مستوى 10329 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2233 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.93%، ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3204 نقاط، ليصعد بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و19 قرش للشراء و19 جنيه و26 قرش للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و5 قروش للشراء و19 جنيه و13 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و21 قرشا للشراء و22 جنيها و31 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1718 دولارا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 950 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1108 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1266 جنيها. وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيها. بدأت المؤشرات الرئيسية التعاملات في وول ستريت على ارتفاع مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال، وذلك لشراء الأسهم المتضررة بعد عمليات بيع في الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح بنسبة 8%، كما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17%، كما امتدت المكاسب لمؤشر ناسداك المجمع الذي ارتفع بنسبة 1.1%. ختام أخبار الاقتصاد.